يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، من طفحت كتبه بالبدع والمخالفات العقدية فهل تقرأ كتبه ويؤخذ ما فيها من الحق قياسا على أخذ شيخ الإسلام لكلام الحارث المحاسبي؟ نعم، يؤخذ الحق ويستدل به، فإذا كان هذا مع ما هو فيه من الأخطاء قال كلاما حقا يؤخذ الحق، ضالة المؤمن يؤخذ أين وجد، أما الباطل فيرد، الباطل يرد على من قاله كائنا من كان. نعم. قل فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يفهم من كلام معناه أن إذا رددنا على أهل الباطل نرفض ما معهم من الحق، نأخذ ما معهم من الحق. نعم.